جوهر مبارك كشخصية مستقلة ينجم يكون في حكومة حبيب الجملي؟ شخصيا نتمنى أنه يكون، شخصيا نتمنى أنه يكون. علش؟ شخص لعب دور إيجابي في مراحل سابقة وينجم يلعب دور إيجابي في مراحل قادمة. أنا رأيي الشخصي أنه كل شخص وطني وكل شخص معناها ماذا يمكن أن يضيف جوهر بمبارك لحكومة حبيب الجملي؟ يضيف الكثير منها اليوم، يضيف بعد أخلاقي حتى على المسألة السياسية. أنا نتمنى يكون، ما عنديش فكرة الحقيقة هو مطروح ولا مش مطروح، ولكن يعني كما قلت لك مازال فما نقاش، ولكن شخصيا نتمنى أنه يكون شاب نجم نعتبروه من الوجوه الشبابية جديد معناها ما كانش موجود في الحكومات السابقة ويحظى بثقة كبير معناها. هذا موقف شخصي وإلا حتى داخل نهضة فماش فيتو على شخص جوهر مبارك حتى يكون وزير في حكومة حبيب الجملي؟ معناش فيتو على شخص جوهر مبارك، وأنا شخصيا أتمنى أن يكون جوهر مبارك وأمثاله من الناس الموجودين في عديد القطاعات داخل هذه الحكومة.